الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. تعديل ترتيب علامات التبويب في الفيسبوك، في صفحة في الفيسبوك. إذا فرضنا أن أنت رحت عندك صفحة علامات التبويب اللي أقصد بها هذه الصفحة، إذا دخلت على الصفحة فوق، شوف هاك دخلنا على الصفحة، علامات التبويب أقصد بها هذه، شفت هاك هذه الصفحة الرئيسية المنشورات. اضغط على اي واحد غير الصفحة الرئيسية المنشورات، شوف موجود الخيارات هنا، اضغط على الخيارات اعادة ترتيب علامات التبويب. تقدر ترتبهم كيف؟ فرضا انا بالمقاطع الفيديو تجي اول، اشر عليها هذه المقاطع الفيديو باستمرار وارقيها فوق. الصفحة الرئيسية طبعا هذه مثبتة، الفيديو نفس الشيء، اشر عليه البث المباشر واخليه هذا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.